زي ما انتم شايفين كده النهاردة ان شاء الله هنبدأ موضوع جديد اللي هو لائحة المخازن. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا لو تفتكروا عن لائحة ادارة المستشفيات، اللائحة 239، ندخل الناس اللي لسه معانا دي. في علم الإدارة لما نيجي نشتغل كلنا في الإدارة هنلاقي إن في أي حد يشتغل كمدير أو وكيل أو نائب مدير مستشفى هيلاقي في صداع كبير جدا في الشغل بتاعه أو في الأمور الإدارية معاه في المستشفى، اللي هو الجزئية بتاعت المخازن. ومن اكتر الحاجات اللي الواحد بيكره نفسه وهو شغال في العلم في الادارة او مدير مستشفى او في عمل اداري الجزئية بتاعت المخازن، لسبب بسيط ان احنا ما عندناش اي خبرة بالقصة بتاعت المخازن، وبيبقى ماسك المخازن الحقيقة مجموعة من الافراد التعامل معاهم صعب جدا، وبيبقى معاهم عهدات بالملايين بأرقام كبيرة جدا، وأحيانا المخازن دي بيبقى فيها زي ما احنا خدنا فاكرين المحاضرة بتاعت اللين مانجمنت، وقلنا ان احنا الستورز دي ليها حاجة مهمة جدا في الويست، فاكرين الويست لما اتكلمنا على الحاجات بتاعت الويست، وقلنا ان من ضمن الويست الستورز ان احنا ساعات بيبقى عندنا في المخازن حاجات مش متخزنة بطريقة سليمة، واحيانا ما بنبقاش عارفين انواع الاصناف اللي موجوده فنستغلها الاستغلال الامثل، وان ممكن حاجات تبوظ عندنا في المخازن. فاحنا هنتكلم النهارده عن لائحه المخازن، وهتشوفوا بعد شويه ان لائحه المخازن من ضمن القوانين اللي فيها ان الجهل بها لا يعفي من المسؤوليه. يعني ما ينفعش حد يحصل مشكله ويبقى مساءل في النيابه ويقول اصل انا ما اعرفش القوانين او اللوائح المنظمه للمخازن. فالجهل وعدم العلم بها، هنلاقي بند محطوط في اول اللائحه ان الجهل وعدم العلم بها لا يعفي تماما من المسؤوليه، وان مسؤوليه الشخص ان هو يكون عارف كل حاجه في لائحه المخازن، ومحدش بيشرحها او محدش بيفهمها لنا، او يمكن حتى ما تكونش مع حد مننا. عشان كده احنا هننزلها معاك، ولازم اكون كمدير مستشفى تكون معايا لائحة المخازن، واكون عارف انواع المخازن اللي بتبقى موجودة في المستشفيات بتبقى عبارة عن ايه، وايه المتطلبات الاساسية ليها. مش لازم اكون حافظ اللائحة، ماسك اللائحة حافظها، على الاقل ابقى عارف البنود العامة الخاصة بالمخازن. على فكرة هي لائحة مش صغيرة، مش لائحة كبيرة، لائحة كبيرة جدا، تعتبر زي كتاب، وممكن تاخد مننا مرتين وثلاثة واكتر في المحاضرات. احنا هنحاول على قد ما نقدر نتكلم فيها على قد ما نقدر النقط المهمة، وعلى فكرة بتدخلنا في مواضيع إدارية تانية كتير مهمة هنحتاجها كتير جدا عشان لما نبقى في أماكن إدارية نقدر نسيطر على القصة دي بشكل كويس جدا. دي لائحة المخازن، دي آخر طبعة موجودة نازلة 2021. عاوزين اول حاجة هنتكلم على، طبعا صدرت اللائحة بمنشور رسمي ارك 48 والتعديلات بتاعتها دي، كل دي المقدمات بتاعتها لغاية سنة 2006 باخر تعديل موجود فيها. طبعا هنبص على الفهرس بتاعها الاول. اول حاجة هنلاقي فيها احكام عامة، بعد كده متقسمة الى ابواب، باب اول، باب تاني، باب ثالث زي ما شايفين كده، وباب رابع وباب خامس. ايه الابواب اللي موجودة فيها في اللائحة؟ أول باب هتلاقي بيتكلم عن الإدارة والمخازن بشكل عام، ويمكن ده أهم باب في الحقيقة. الباب الثاني هيتكلم عن الحسابات والمخازن وأنواع الدفاتر والسجلات اللي موجودة في المخازن. الباب الثالث هيتكلم عن المؤسسات السنوية وتموين المخازن، والباب الرابع هيتكلم عن شراء الأصناف، والباب الخامس هيتكلم عن طلبات الأصناف.
في باب 6 و7 و8 يعتبر اللي هو الحاجات الملحقه اللي هي المكاتبات والخزائن الحديديه والدفاتر ذات القيمه وارجاع الاصناف للمخازن بتاع الاسترجاع وبيع الاصناف وفقد او تلف او سرقه اصناف والورش والمعامل وما حكمها وجرد الاصناف والتفتيش على المخازن. هنبدا نمسكهم نتكلم عليهم جزئيه جزئيه كده. اول حاجه هنتكلم على المقدمه الاولانيه اللي هي الاحكام العامه. قال لك الماده الواحده الماده رقم 1 يعمل بهذه اللائحه في كل ما يتعلق طبعا بكل المخازن، ده طبعا اكيد معروف. ماده ويلغى ما سبقه من لوائح، طبعا دي اللائحه الابديت الاخيره. كل تعديل في احكام هذه اللائحه يكون بمقتضى تعليمات يصدرها وزير الماليه ولا يجوز الخروج عنها، طبعا يبقى هي ممنوع التعديل فيها الا من خلال ايه وزير ماليه. يعني ما ينفعش ان انا اعمل اي تعديل مثلا وامضيه من المحافظ او من وكيل الوزاره ويخالف هذا التعديل او هذا الاجراء اللي انا عملته بنود اللائحه. يقول لك يجب على كل من يكلف بعمل من اعمال المخازن ان يلم بجميع احكام هذه اللائحه وتعديلاتها، فلا يقبل اي دفع من الموظف او دفاع عنه لخطا يرتكبه او لمسؤوليه يقع فيها بحجه جهله احكام هذه اللائحه وتعديلاتها او عدم مرانه المران الكافي على العمل المكلف به. يبقى دي نقطه مهمه، ان عدم الالمام ان انا اقول انا ما اعرفش المخازن دي شغاله ازاي. يكلف بعمل المخازن مدير المستشفى عليه عمل اشرافي على المخازن، وكلنا عارفين ان اي مشكله تحصل في اي مخزن تلاقي مدير المستشفى مستدعى في النيابه وبيتسال على الجزء الاشرافي بتاعه اللي هيبقى موجود زي ما احنا هنشوف بعد شويه جوه اللائحه. طيب جهله باحكامها لا يعفيه من المسؤوليه. ماده 4 لا يجوز اجراء اي تعديل فيما تكون وزاره الماليه قد سبق ان اقرته لبعض الوزارات والمصالح من لوائح خصوصيه مما يتعلق بكيفيه حفظ وتوزيع استعمال الاصناف، دي ماده اللي تعتبر مكرره. ماده 5 دي من الحاجات النقط المهمه جدا وممكن انتوا تستغربوها او تندهشوا منها. الماده دي بتقول ايه؟ لا يجوز التأمين على موجودات مخازن الحكومية والممتلكات سواء كانت منقولة أو غير منقولة ضد أي خطر من الأخطار كالحريق أو السرقة أو الغرق إلى آخره. يبقى دي نقطة مهمة جدا. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أجيب شركة تأمين وأقول أنا هأمن على المخزن عشان ما يحصلش حريقة أو غرق أو غيره. ما فيش في الحكومة حاجة اسمها تأمين، حتى لو كان التأمين ده مثلا من مجتمع مدني، مثلا جبت مبلغ من مجتمع مدني ولا حاجة قلت هدفع هعمل بوليس التأمين لحماية الممتلكات الموجودة في المخزن. قال لك لا، مفيش للحاجات الحكومية تأمين ما عدا في دور السفارات والأصناف الهامة التي يرى الوزير المختص التأمين عليها لظروف خاصة. يبقى لازم الوزير المختص اعمل لها قرار وزير او محافظ علشان اقدر انا اعمل تأمين على صنف معين. بعد كده مادة 6 بتقول ادارة المخازن. ادارة المخازن هتكون مين المسؤول عن المخازن الموجودة في الوزارات والمستشفيات والمصالح الحكومية؟ إدارة المخازن في كل من الوزارات والمصالح في إدارة مسؤولة عن تنفيذ أحكام هذه اللائحة اللي هي إدارة المخازن أو ساعات بيسموها التموين الطبي، وهي التي تقوم بتحضير المقايسات السنوية وإجراء المشتريات وإمساك حسابات المخازن والعهد الموجودة بالجهات المعتبرة كمخازن فرعية وإمساك دفاتر العهد الشخصية والفرعية. في المصالح التي لا يوجد بها إدارة خاصة بالمخازن يقوم قسم حسابات المصلحة بجميع واجبات إدارة المخازن من إجراء مشتريات وإمساك حسابات من شط وعهدة فرعية وشخصية، ويعتبر الموظف المشرف على هذا القسم مدير أو رئيس الحسابات مسؤول عن الواجبات الواردة في هذه اللائحة بالنسبة لمدير المخازن. في المصالح التي يوجد بها إدارة خاصة بالمشتريات والتوريدات تكون مستقلة عن إدارة المخازن. أحيانا بيبقى في عندنا حاجة اسمها إدارة مشتريات وفي وإدارة التموين الطبي، يكونوا إدارتين. فبتتولى بقى ساعتها إيه؟ إدارة التموين الطبي الجزء الخاص بها وإدارة المشتريات تتولى الجزء الخاص بها. مادة 7
يعطى لكل صنف من اصناف المخزون السلع مستديم ومستهلك بالوزارات والمصالح. بعد شويه هيجي يعني ايه مخزن مستديم ويعني ايه مخزن مستهلك، لان دي من الحاجات المهمه اللي مثلا كان فيه في مستشفى قريب عندنا فيها مشكله كبيره، ان صنف مستهلك او صنف مستهلك عينينه في المخزن المستديم، الموضوع راح نيابه. تخيلوا مجرد بس تغيير مكان الصنف من المخزن المستهلك متعان في المخزن المستديم. وهنعرف يعني ايه مستديم ويعني ايه مستهلك وايه الاصناف اللي بتتعان في المخزن المستديم وايه الاصناف اللي بتتعان في المخزن المستهلك. فلك كل صنف بديله رقم كودي، وبيوكل مدير المخازن الموظف غير امين المخزن يكون تحت مراقبته مباشره امر المحافظه على جميع عينات الاصناف التي تشترى بموجب عينات نموذجيه. يبقى في حاجه عندي اسمها مدير مخزن وعندي امين مخزن. امين المخزن بيكون هو المسؤول مسؤوليه مباشره على الاصناف والعهده، ومدير مخازن بيقوم بمراقبته بشكل ايه مباشر. الماده 9 العينات النموذجيه للاصناف المستديمه لا تغير من حيث النوع او الشكل او المواصفات الا اذا اقتضت الضروره. يعني بيقول لك ان انت لو عندك اصناف مستديمه لازم تكون الاصناف دي ما بغيرش اكوادها ولا شكلها ولا الاسامي اللي موجوده في الدفتر، اللي موجود بيكون ثابت زي ما هو الا اذا حدث حاجه كبيره يعني في التغيير. مش مشكله دي. نخش الماده 10 دي اللي هي مهمه جدا. لازم اعرف ايه انواع المخازن. عندي مخزن رئيسي، مخزن اقليمي، مخزن فرعي. مخزن رئيسي ده المخزن اللي بيتم منه الشركات بتورد فيه الحاجه بشكل مباشر اللي هو الرئيسي، زي مثلا مخازن الوزاره ده المخزن الرئيسي. مخزن الوزاره ده بيوزع على مديريات ومحافظات مختلفه، فمخزن المديريه هو الاسم المخزن ايه الاقليمي. بعد كده عندنا المخزن ايه الفرعي. المخزن الفرعي ده المخازن اللي موجوده في المستشفيات. يبقى المخزن الرئيسي هو الذي يقوم بصفه عامه بتخزين جميع الاصناف، بيتورد فيه جميع الاصناف اللي بيتم شرائها بمعرفه اداره المخازن او التموين الطبي، وهو الذي يمون المخازن الاقليميه بقى اللي هي الخاصه بتاعت ايه المديريات، ومنها للمخازن الفرعيه اللي في المستشفيات. ويمسك كل امين من امناء المخازن الرئيسيه دفتر عهده 118 حسابات فقط، واما باقي الدفاتر فيكون امساكها باداره المخازن. يبقى ما يبقاش عنده غير استمارات ايه اللي بنسميها الصرف. المخزن الاقليمي اللي هو اللي موجود في المديريات هو الذي يمون باصناف جايه منين؟ من المخزن الرئيسي، واصناف ترد اليه من المتعهدين مباشره، وتكون قد تمت اجراءات شرائها بمعرفه المخازن او المشتريات او بموجب مناقصات محليه مصرح له بها. يعني ممكن يكون في مناقصه جايه من خلال الوزاره فيورد ليه مباشره، مفيش مشكله. يبقى المخزن الاقليمي ومخزن فرعي مش الرئيسي بتاع الوزاره، بس ممكن بعض الاصناف تورد له بشكل مباشر. وهو يقوم بتمويل المخازن الفرعيه التابعه للاقليم او المنطقه. نشوف لو في حد معانا على الويتنج عاوز يدخل. لا كل الناس دخلت كويس، دي حاجه كويسه جدا. طيب ايه المخزن الفرعي اللي هو بتاع المستشفى؟ المخزن الفرعي هو اللي بيمون بالاصناف اللي بترسل اليه من المخزن الرئيسي او الاقليمي. يعني ممكن حاجه تتورد مباشره من المخزن الرئيسي بتاع الوزاره لمستشفى، او ممكن يكون التوريد من خلال المخزن بتاع المديريه اللي هو الاقليمي بالاصناف التي ممكن يتورد له باصناف ترد من المتعهد مباشره، يكون حاجه المستشفى هي اللي ايه طالباها بشكل مباشر. بيكون في استماره 118 ودفتر اجمالي العهده وكشوف العهد الشخصيه، كل ده بيبقى موجود فيه. مخزن الورش ده مش مهمناش قوي، اللي تبع الورش الحكوميه مشتملات المخازن. قلنا ده الماده 15 دي اللي مهمه عشان نفهم انواع المخازن الموجوده عندنا. في نوع اللي هو فيه الاصناف المستديمه، وفي الاصناف المستهلكه مخزن مستهلك، وفي مخزن الكهرة. يبقى عندنا ثلاث انواع مخازن: مستديمه، مستهلك، ومخزن الكهنة او الرواكد. طيب ايه الفرق بقى بينهم؟ هنبدا يعني ايه المخزن المستديم او الاصناف المستديم. الاصناف المستديمه هي التي من طبيعتها ايه لا تفنى بالاستعمال، ويجب قيدها عند صرفها عهده على مستلمها. ولما الاصناف دي تبوظ خلاص وما عادتش صالحه للاستخدام
هي ما يعني ايه لا تفنى؟ يعني ما بتختفيش من نستخدمها. يعني مواش جوانتي لاتكس هستخدمه مع عيان وبعد كده هيترمى في الزباله، فما عادش في حاجه اسمها جوانتي لاتكس، خلاص العلبه فضت، يعني ما عادش موجود الصنف ده، فبيفنى بالاستخدام. ده اسمه مستهلك. انما المستديم زي مروحه، زي تكييف، زي كرسي، زي جهاز اشعه، دي اجهزه او حاجات حتى لو احنا استهلكناها كذا سنه ما بتختفيش. طيب بعد ما خلاص باظت، او بعد مثلا استخدمناها 10 سنين 15 سنه فالجهاز بقى غير صالح، بتعود الى المخزن مره اخرى، بس مش المخزن بقى ساعتها المستديم، هتدخل على مخزن الرواكد او مخزن الكهنه. طيب يبقى ده المستديم. بيقسم الاصناف المستديمه زي ايه؟ طبعا اعطيك امثله، بيقول لك الاسلحه والذخيره وملحقاتها، الملبوسات والمفروشات، الادوات المصنوعه من الجلد، الاساس والاواني ولوازم المستشفيات والمدارس والمعاهد والاستراحات والمكاتب، المهمات الاليه، ادوات وجهازات المستشفيات الثابته والمعامل وما يمثلها من معدنيه وزجاجيه، ادوات المستشفيات المتنقله وما يمثلها، أطقم البواخر، الأدوات الكتابية ذات الصفة المستديمة والدفاتر ذات القيمة والكتب والمجلات وكتب الدليل والخزائن الحديدية والأكياس والتيل والصناديق، الأصناف التي تصرف لأعمال مؤقتة كروافع العمارات وما يمثلها، الأشجار المثمرة. الأشجار المثمرة من الحاجات اللي بتضاف في العهدة، وطبعا كلنا يمكن شفنا بعض البوستات اللي بتكتب على الفاني على الفيسبوك في القصص دي، لما يبقى واحد زارع شجرة مثمرة في مستشفى أو في وحدة صحية ويلاقي جاي له تفتيش ويقول له هنعمل فيك مذكرة لأن الأشجار دي مش مضافة للعهدة. فكتير من الناس اللي هي بتبقى إيه تضحك على القصة دي، هي دي اللايحة، دي بنود اللايحة. عشان كده احنا من الحاجات اللي احنا مهم جدا إن احنا نبقى دايما عارفين اللوائح والقوانين عشان ما نقعش في مطبات بعد كده نحس إن هي مطبات إيه ساخرة. التركيبات غير الثابتة في المنشآت، طبعا احنا بنتكلم في إيه؟ في الأصناف اللي هي بتتحط في المخزن المستديم او عهدتها تبع المخزن المستديم. التركيبات غير الثابته في المنشات الحكوميه كبعض الادوات الصحيه والكهربائيه وخلافه. الخامات التي تحول في التشغيلات الى اصناف مستديمه زي الاخشاب والحديد. المرتجعات، لو طبعا في صنف مثلا ما صرفناه في المستشفى مثلا او الجهاز اتصرف في المستشفى فرجعوه بعد كده ان هم مش بيستخدموه او الجهاز جاي مش مطابق طبعا بيرجع في المستديم. قطع غيار الالات والسيارات وما يمثلها، ده احنا عندنا بطاريه للعربيه، بطاريه للمولد، اي كل الكلام ده بيتعان في المخزن المستديم. طيب بعد كده بقى هنتكلم على المخزن المستهلك. المخزن المستهلك الاصناف المعده للاستهلاك وليس لها يعني ما بيبقاش فيه بقايا بعد ما استهلكها. تمام، يبقى انا بعد ما اخد الصنف ده واستخدمه ما بقالوش حاجه باقيه، زي شاش، زي قطن، زي سرنجات. فتقسيم الاصناف المعده للاستهلاك الى انواع متشابهه مثل الانواع التاليه، في حاجات زي الخامات التي تفنى في التشغيلات كالبويات، الزيوت، المسامير، الأدوية والأمصال واللقاحات والعقاقير والقطن الطبي، الأدوات الطبية المعدة للاستهلاك كإبر الحقن العادية وأنابيب الاختبار غير المدرجة، الوقود بأنواعه الفحم، مازوت، بترول، بنزين، المؤن زي الأغذية وما يمثلها، الأدوات الكتابية المستهلكة والاستمارات والمطبوعات ما عدا الدفاتر ذات القيمة، الحبال والدبار والخيوط. بعد كده بقى عندنا الأصناف الغير صالحة للاستعمال اللي هي ايه؟ الكهنة او مخزن الرواكد. الاصناف غير الصالحة للاستعمال والكهنة هي التي تقرر لجنة فحص الاصناف المرتجعة عن المخازن انها تالفة وغير صالحة للاستعمال ولا يمكن اصلاحها. عندنا جهاز خلاص جات الشركة وقالت ان الجهاز ده يتكهن، طيب نرجعه فين؟ نوديه فين؟ هنوديه لمخزن الرواكد او مخزن الكهنة. بيقسموها لحديد ونحاس وملابس وأقمشة كهنة وأخشاب كسر وجلود تالفة. طريقة تخزين الأصناف الجديدة المستعملة والمستعملة، تحفظ الأصناف بالمخازن كل منها على حدة بطريقة تلائم حالة العمل
مع ملاحظة حفظ الأصناف المستعملة منفصلة عن الأصناف الجديدة. واجب وضع بطاقات تحمل اسم الصنف ورقم الفهرس ومقدار الموجود منه. يبقى احنا لازم يبقى في حاجة اسمها كارت تعريف محطوط على كل صنف موجود في المخزن. كارت التعريف هيتكتب عليه اسم الصنف، رقم الفهرس، مقدار الموجود منه اللي هو الرصيد بتاعه. العناية بحفظ الأصناف، يجب أن يراعى حفظ الأصناف في أمكنة صالحة مأمونة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقايتها من التلف كلا حسب طبيعته. يعني ما روحش أجيب صنف وأحطه مثلا تحت الشباك والشباك بينزل مية عليه يقوم إيه مبوظه، أو يكون عندي مثلا تسريب أو في المجاري بتاعة المخزن وأنا عارف الكلام ده، وبعد كده ألاقي المخزن مثلا ضربت فيه المجاري وباظت الحاجات اللي موجودة فيه. او مثلا يكون مخزن موجود في بدروم اوطى من الشارع وبعدين تيجي امطار شديده فالمخزن ده ايه يغرق. كل الحاجات دي لازم اكون عاملها بالايه بالحسبان علشان احافظ على الاصناف الموجوده في المخزن. او ان انا مثلا تبقى طفايات الحريق بتاعتي اكسباير، او ما فيش طفايات حريق او وسائل امان في المخزن، او ان مثلا تكون سلوك الكهرباء عريانه او ماشيه بطريقه غير مظبوطه غير امنه وبعد كده يحصل حريق في المخزن. طيب، حفظ الأصناف التي لها مدة صلاحية أو مقررة، يعني صنف له اكسباير ديت، صنف له اكسباير ديت. مثلا عندنا الأجهزة ما لهاش اكسباير ديت، لو عندي جهاز سونار مثلا موجود في المخزن ده ممكن يقعد سنين، لو عندي آلة موجودة في المخزن الآلة دي ممكن تقعد سنين إن من غير ما يبقى لها اكسباير ديت. إنما لو عندي دواء أو عندي أي صنف أيا كان، مثلا قطن، شاش، سرنجات، اساطر، كلام من ده، كل ده ليه ايه ليه اكسباير دي. يجب على الموظف المسؤول عن التفتيش عليها من وقت لاخر علشان يراجع ايه التواريخ بتاعتها ويرفع مذكره لرئيس المصلحه اذا كان التاريخ ايه قرب على الانتهاء. اصناف لا يجوز حفظها بالمخازن، لا يجوز حفظ اصناف غير حكوميه بالمخازن. دي نقطه مهمه جدا. افرض دخلنا المخزن لقينا صنف ما هواش مدرك في العهده، لا يجوز ان انا اجي احط اي صنف غير حكومي. يعني ايه صنف غير حكومي؟ يعني الصنف ده ما جاش تورد ودخل بطريقه سليمه الى العهده في المخزن. واذا وجد وقت الجرد، يعني لقينا اي صنف مش موجود في الدفاتر وموجود في المخزن، بيتعمل تحقيق عن سبب وجودها وتضاف للجانب الحكومي وتعمل لها ايه؟ اضافه، بقت بتاعه الحكومه. طيب، الفصل الثالث بيتكلم عن الموظفين اللي موجودين في المخازن. يتولى إدارة المخازن والإشراف عليها موظف مسؤول وهو المشار إليه في مواد اللائحة بلقب مين؟ مدير المخازن. يبقى عندي حد اسمه مدير المخازن هو اللي إيه؟ هيبقى مسؤول عن المخزن. يعين لكل مخزن أمين مخزن أو أمناء حسب حاجة العمل. يعني لو مخزن صغير يبقى أمين مخزن واحد، لو مخزن كبير يبقى عدة أمناء مخازن. أمين المخزن هو المسؤول المباشر اللي بعده اللي هو مين؟ مدير المخازن. في الفروع أو الوحدات التي يوجد بها مخزن ليس له أمين خاص، توكل أعمال المخزن إلى أحد الموظفين الموجودين علاوة على أعماله. في الفروع أو الوحدات التي يوجد بها مخزن تكون الأصناف في عهدة المشرف على الفرع أو الوحدة، ويكون مسؤولا عن الأصناف والمهمات التي بعدته، وعليه أن يمسك لها الدفاتر والاستمارات. يكون أمناء المخازن من الموظفين الذين لهم حق في المعاش، يعني يكون مثبت، وذلك بالشروط الموضحة بالمادة رقم 30. وفي حالة عدم إمكان ذلك يجوز اختيارهم من بين الموظفين المؤقتين على أن يقدموا الضمان اللازم وفقا للشروط الموضحة بالمادة المشار إليها. بالمادة المشار إليها. لحظة واحدة كده. ثواني بس، في اتنين هندخلهم معانا على الويتنج. نكمل. يبقى احنا اتكلمنا على الفروع والوحدات التي فيها امين مخزن المفروض المخزن يتعامل ايه، ولو قلنا ومن المخازن اللي لازم يكون امين المخزن يكون موظف مثبت
لو انا ما عنديش موظفين مثبتين موجودين ساعتها ممكن ألجأ للمؤقتين، ولكن اخد عليه ضمانات معينة علشان لو العقدة اتسرقت يبقى فيه ضمانة ان احنا نقدر نستردها. اذا تعدد الامناء في المخزن فيجوز تعيين رئيس لهم يكون مسؤولا عن اعمال المخزن التي تحت اشراف. المواد اللي اتلغت دي مواد الغيت من اللائحة القديمة، فخلاص مادام الغيت ما لناش دعوة بيها. الإعفاء من تقديم الضمان، يمكن إعفاء أرباب العهد من تقديم ضمانة متى كان بعهدتهم لا يزيد على قيمة مرتب 3 شهور أو على قيمة ربع المكافأة المستحقة عن مدة الخدمة أيهما أكثر. يمكن إعفاء أرباب العهد من تقديم ضمانة متى كان بعهدتهم ما لا يزيد عن قيمة مرتب 3 شهور. لو المخزن ما فيهوش مرتب 3 شهور، حاجات بقيمة مرتب 3 شهور ما فيش، مش لازم ضمان، وده غالبا ما بيحصلش، او على قيمة ربع المكافأة المستحقة على مدة الخدمة ايهما اقصر. التسليم والتسلم، عند تعيين او نقل امناء المخازن او قيامهم بالاجازات السنوية يندب مدير المخازن احد يندب يعني مدير المخزن هيندب احد الموظفين لمراقبة عملية التسليم والتسلم والتوقيع على المحاضر، ولا يجوز التصريح باجازة لاحد امناء المخازن الا اذا ندب مكانه موظف مستوفي للشروط والضمان. يبقى لازم يكون في بديل زي ما بيقول. وإذا كان لأمين المخزن مساعد مضمون فعند قيام أحدهم بأجازة يجوز الاستعانة في عملية التسليم والتسلم بالمساعد بتاعه. يشترط أن يوقع المتسلم إقرار معتمد من مدير المخازن بأن المخزن بعهدته. إجراءات أمناء المخازن القصير الأجازات القصيرة، يعني واحد خد أجازة يوم أو يومين أو كده، هنعمل أو 3 أيام، الحاجات اللي هي الأجازات البسيطة. عند قيام أحد أمناء المخازن أو ذوي العهدة بإجراءات قصيرة يمكن أن تسلم لمن يحل محله كميات تكفي للطلبات العادية. يعني مثلا أمين المخزن بتاعنا عاوز ياخد أجازة أسبوع مثلا بيجوز ابنه، فبنقوله طلع المستهلكات أو الكميات اللي تحتاجها المستشفى لمدة أسبوع ونخليها عهدة مع حد تاني، مش لازم يكون فاتح المخزن كله، لان لو الاجازه طويله واحتاجنا نفتح المخزن كله لازم نعمل اجراءات تسليم للمخزن، ودي اجراءات مش سهله، يعني محتاجه جرد ومحتاجين نسلم المخزن لو الاجازه طويله. انما لو اجازه بسيطه اقول له اصرف طلبيه تقضي الاستهلاك بتاع اسبوع، هنخليها مع حد قائم بالعمل ليك وتبقى هي دي العهده بتاعته. طيب افرض ان وهو في الاجازه حصل مشكلة في المستشفى وفي صنف محتاجينه بشكل طارئ وأمين المخزن في الأجازة، ممكن نفتح المخزن ولكن من خلال لجنة بيعينها مدير المخازن وبيعتمرها طبعا مدير المصلحة لأخذ الأصناف اللازمة بموجب محضر، ونقفل المخزن تاني ويختم بالشمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة لحين فتحه بحضوره عند عودة أمين المخزن. طيب هنتكلم بقى على الجزئيه لو غاب امين المخزن. افرض امين المخزن مثلا مدير المستشفى كشم في وشه وقام غايب واخد بعضه وقام ماشي وغاب بقاله اسبوع محدش شايفه او عارف هو فين. المستشفى توقف او الاعمال توقف ولا نعمل ايه؟ قال لك لو امين المخزن غاب بدون اختار، اذا غاب احد امناء المخازن او ارباب العهد بدون اختار وادى ذلك الى توقف عن اداء العمل او مثلا توفي، فبنكلف ان حد تاني مؤقت هيمسك الحاجة دي ونفتح المخزن بواسطة لجنة. اللجنة طبعا بيكون فيها عضو شؤون قانونية لو انا عندي بالذات، يعني لو انا مثلا مدير مستشفى بحط فيها عضو شؤون قانونية وتفتيش مال اداري. لو ما عنديش شؤون قانونية وتفتيش مال اداري في المستشفى ممكن استعين باعضاء من الادارة الصحية لو انا كمدير مستشفى، ويطلب من الضامن قبل نهاية المدة المحددة لاختاره بوقت كافي إفاد مندوب لحضور التسلم. يبقى احنا ممكن بنبعت له جواب على محل إقامته أمين المخزن ده انه يحضر مندوب، لان احنا هنفتح المخزن وهنستلم العهدة وهنضطر ننقل العهدة او ناخد من العهدة الموجودة، فانت عاوز تبعت مندوب عشان ما تجيش تقول بعد كده ده العهدة اتسرقت من خلال اللجنة. دور يبقى ثم يعني فتحنا خدنا الاصناف الموجوده واللي هي الطارئه، وبعدين قفلنا تاني المخزن بالشمع الاحمر لغايه ما توصل خلاص اجراءات تسليم المخزن بعد ما انا اخطره ان هو يوفد مندوب او انه يجي عشان يسلم العهده بتاعته. نفس الكلام حتى في حاله الوفاه بنبعت لهم اختار ان يبعت حد من الورثه، حد من الورثه بيحضر تسليم المخزن.
طيب هنيجي بقى في واجبات مديري المخازن. مدير المخزن بيعمل ايه؟ يبقى انا قاعد عندي، انا قاعد في مدير مستشفى وعندي ناس متعينه، واحد يقول لك انا مدير المخزن، انا امين المخزن. طيب انت كمدير مستشفى عارف ايه مدير المخزن ده امتى هيجازيه، او لو قصر في ايه، او امين المخزن لو قصر في ايه امتى اجازيه. دي نقطه من حاجات المهم. شوف لو حد على الويتنج. تمام مفيش حد. اول حاجه مدير المخازن او من يقوم بعمله مسؤول عن تنفيذ جميع اللوائح والتعليمات المتعلقه بشؤون المخازن، من ضبط حساباتها وتنظيم اعمالها وشراء وتسلم وحفظ وصرف جميع الاصناف، سواء كانت في المخازن الرئيسيه او اقليميه او مخازن فرعيه تابعه له بفروع المصلحه. وعليه ملاحظه اعمال رؤساء وامناء المخازن لتنفيذ وانجاز الاعمال بكل سرعه ودقه. إعطاء المعلومات عن المخازن وما يتعلق بها، جميع المعلومات التي تلزم المتعهدين لا يجوز إعطاء إلا بمعرفة مدير المخازن أو وكيله. يعني مثلا مدير المستشفى عاوز الأرصدة يجيبها من مين؟ يجيبها من مدير المخازن، من مدير إيه؟ المخازن. عاوز يعرف الأرصدة، عاوز يعرف لو في أصناف أوشكت على الانتهاء أو أي حاجة من دي، أو الطلبيات أو الصرف أو صرف إيه أو استلم إيه، كل ده يعرفه منين؟ من مدير المخازن. تعيين عمالة المياوة بالمخازن اللي هو يعين مدير المخازن، اللي هي العمالة المؤقتة لإنجاز الأعمال المؤقتة، عاوزين نجيب عامل ينظف بتاع الكلام من ده، كل ده لازم يكون بمعرفة إيه؟ مدير المخازن. طيب في حاجة مهمة جدا اللي هي مراقبة خروج الأصناف من أبواب المخازن. يجب على مدير المخازن أن يضع نظاما محكما من أبواب المخازن حتى لا تتسرب منها أصناف لم يصرح هو بإخراجها. واجبات رؤساء وأمناء المخازن وأرباب العهد. واجبات رؤساء رئيس أمناء المخازن الإشراف على أمناء المخازن. يبقى احنا طبعا دي هتيجي تفصيلها بعد كده. نظام محكم من أبواب المخازن حتى تتسرب أصناف، ده دي مادة يعني سايبينها لمدير المخازن ان هو يضع فيها الآلية بتاعته. بمعنى ايه؟ بمعنى بعض المخازن مثلا بيبقى فيها ليها سور مثلا، وفي شركة أمن موجودة، فبنخلي شركة الأمن دي بتراجع على الأصناف وهي خارجة من العربية، إن مفيش أصناف خارجة من المخزن في النهاية عن العربية مش مسجلة في إذن الصرف بتاعها، علشان ما يكونش مثلا أمين المخزن وهو بيصرف مثلا حد قام شايل صنف من هنا ولا هنا وقام حاطه على العربية. فدي كلها آليات، مثلا بيركب كاميرات معينة لمراقبة الأصناف وهي خارجة. كل دي آليات بيتم إضافتها. مين المسؤول عن وضع الآليات دي؟ مدير المخازن. واجبات رؤساء وأمناء المخازن وأرباب العهد. أول حاجة رؤساء المخازن على رئيس المخزن الإشراف على أمناء المخازن في تسليم الأصناف التي تورد إلى مخازنهم والتي تصرف منها ومراقبة أعمالهم بصفة عامة. واجبات أمناء المخازن أمين المخزن بقى دوره إيه؟ أمين المخازن وجميع أرباب العهد مسؤولين مسؤولية مباشرة شخصيا عن الأصناف اللي في عهدتهم، وعن حفظها والاعتناء بها، وعن صحة وزنها وعددها ومقاسها ونوعها، وعن نظافتها وصيانتها من كل ما من شأنه أن يعرضها للتلف أو الفقد. ولا تخلي مسؤوليتهم إلا إذا ثبت للمصلحة أن ذلك قد نشأ عن أسباب قهرية. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا عندي المخزن حصل فيه حريق. طيب الحريق ده حصل وطفايات الحريق مش موجودة، أو إنها اكسباير مش معمولها صيانة، يبقى أنا في الحالة دي مش أسباب قهرية، إنما حصل حريق بماس كهربائي بس موجودة طفايات حريق وموجودة كل حاجة واخدين كل الإجراءات، ساعتها بنسميها أسباب قهرية. وبالتالي ساعتها ما بنروح للنيابة، لو لقت النيابة إن هذا السبب سبب قهري أو ظروف خارجة عن إرادتهم بيتحفظ الأمر وتتسقط الحاجة دي من العهدة. وده هنتكلم عليها في آخر الأبواب اللي موجودة في اللائحة. إنما لو حصل، لو موجود تقصير، يعني مجرد إن المخزن مثلا مفيهوش طفاية حريق، أو كانش معمول مذكرات إن المخزن مثلا مش آمن في كذا، أو إن في مشكلة كذا وما تعملش الإجراءات اللازمة لتصليحها، يبقى في الحالة دي مش أسباب قهرية، وكل الخسائر اللي لحقت بالعهدة بيتحمل مسؤوليتها هو والفريق الإشرافي اللي فوقه. طيب الأصناف الزائدة عن الحاجة، عندي صنف موجود في المخزن والصنف ده بقى راكد، يجب على أمناء المخازن أن يبقوا في عهدتهم أصنافا زائدة عن الحاجة أو مستغنى عنها، ألا يبقوا طبعا، ألا يبقوا عن أي أصناف ما هماش محتاجينها،
أو بطل استعمالها أو يخشى عليها من التلف أو غير صالحة للاستعمال، وعليهم أن يقدموا كشوفا عنها كل 6 أشهر أو في أقل من ذلك إذا لزم الأمر، ابتداء من أول شهر يوليو من كل عام إلى مدير المخازن أو من حكمه ليرفعها إلى رئيس المصلحة مشفوعة بمقترحاته، وعلى رئيس المصلحة أن يبت في هذه الكشوف خلال أسبوع من تاريخ العرض عليه. وإذا ما تقرر التصرف فيها بالبيع فيقتضى مراعاة أحكام القسم الرابع من لائحة المناقصات والمزايات في شأن بيع الأصناف، وتحفظ هذه الكشوف بملف خاص الرجوع إليها عند الاقتضاء. الحد الأدنى للأصناف يجب على أمناء المخازن أن يخطروا مدير المخازن كتابة عن كل صنف أوشك على النفاذ قبل نفاذه بوقت كافي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتموين المخزن به إذا رأى لزوم ذلك، على أن يكون الشراء في حدود الاعتمادات والمقايسات المصدق عليها، على أن يجوز رئيس المصلحة عند الضرورة الترخيص بالشراء بما لا يجاوز 25% من القيمة المقايسة المعتمدة، بشرط أن يسمح البند المختص بهذا الشراء، وما زاد عن ذلك يؤخذ عنه ترخيص المالي اللازم. يعني بدي اللي هو 25% اللي هو الشراء الطارئ، يعني مثلا في صنف خلاص أوشك على الانتهاء وممكن يأثر على سير العمل، لو أنا مش هلحق أخلص الإجراءات بتاع الشراء كاملة ممكن أعمل حاجة اسمها شراء طارئ بالأمر المباشر 25% من الاحتياج. الاعتناء في تسليم الأصناف. يجب على أمناء المخازن وغيرهم من الموظفين الذين يوعد إليهم بأصناف أن يتأكدوا عند تسليمها أن الأصناف التي تسلموها هي نفس العينات المعتمدة، يعني ما روحش أنا أستلم أصناف وبعدين أرجع ألاقيه غلط، استلمت الصنف غلط أو الصنف متغير أو الصنف بايظ، كل ده هتبقى مسؤولية أمين المخزن اللي استلم، أمين المخزن اللي استلم. الاختلاف عند التسليم والتسلم. إذا وجد خلاف بين المسلم والمستلم في الرأي عند نوع الأصناف أو مقدارها أو حالتها فيعرض الأمر على مدير المخازن للفصل فيه طبقا للائحة. احنا النهاردة هنقف عند الجزئية دي عشان الجزئية بتاعت المطابقة الشهرية.